ازيكم يا شباب؟ النهارده هكلمكم عن احداث مرعبه جدا حصلت وقصه رهيبه حصلت في عماره مسكونه في مصر، والاحداث اللي حصلت احداث حقيقيه، فلو بتخاف ما تكملش. في البدايه اقول لكم ان في عماير كتير وبيوت كتير مسكونه في مصر، بس لو جيت تسال اي حد تقول ايه هي العماره اللي حصل فيها احداث مرعبه وجرائم كتير، ممكن تقول لي عمارة رشدي، بس طبعا مش هي دي العمارة اللي أنا أقصدها. في عمارة أقدم وأضخم من عمارة رشدي، والعمارة دي هي عمارة الإيموبيليا، حصل فيها أحداث مرعبة جدا. والعمارة دي بتقع في تقاطع شارع شريف وشارع قصر النيل، وحصل فيها أعمال رعب للناس اللي سكنوا فيها، وكان بيسكنها عدد كبير جدا من الطبقة الغنية زي الفنانين والممثلين زي ليلى مراد ومحمد فوزي. ويلا عشان ما نطولش عليكم نبتدي القصة بتاعتنا، بس يا ريت نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة الناس ما اشتركتش، وكمان نشير الفيديو من كل الاكونتات بتاعتنا. طبعا شقة ليلى مراد شقة في الدور ال11 كانت واخداها الفنانة عشان تعيش فيها، وكانت متعلقة بيها جدا، وكانت دايما بتروح الشغل وبترجع وبتقعد فيها باستمرار، وكانت متعلقة في الشقة ديت لغاية ما ماتت وسابت الشقة لابنها. فطبعا بعد ما ماتت ابنها اتعرض عليها عروض كتير جدا عشان يبيع الشقة، بس هو ما وافقش، لأن الشقة دي تعتبر بمثابة كنز بالنسبة له. لغاية ما جه مخرج اسمه خالد الحجر عرض عليه ان هو يشتري الشقة ديت، بس هو طبعا ما وافقش، لغاية ما فضل يلح عليه لغاية ما وافق ان هو يأجر منه الشقة. فنجح في الاخر المخرج ان هو يأجر من ابنها الشقة، وكان فرحان جدا علشان هو كان هيسكن في الشقة بتاعتها. واللي احنا هنكمله بعد كده ده على لسان المخرج خالد الحجر، بيقول ان هو اول ما راح الشقة لقى حاجات مرعبة جدا بتحصل له. دخل الشقة وكان فرحان جدا، وفجأة لقى صوت جاي من المطبخ بيقول له أهلا يا خالد. فطبعا اتخض، ده هو مفيش أي حد موجود معاه وهو لوحده في الشقة، طب مين ال فطبعا اتخض واعتبر نفسه ان هو كان بيتهيأله ان هو ما سمعش حاجة. وعدت الليلة دي، وبعد كده تاني ليلة كان قاعد في المكتب بيكتب سيناريو ومطفي النور، وبعد كده سمع صوت خروشة، فجاي يبص ورا لقى ان في خيال بيعدي من قدامه. الخيال اللي عدى من قدامه ده افتكر ان هو تهيؤات، فجاي يمسك القلم علشان يكتب حاجة، وهو بيحط القلم على الورقة شاف خيال بيعدي تاني، فراح قال لا دي مش تهيؤات، فراح عشان يركز مع الخيال ده، فراح على الصالون لقى في خيال أسود لواحدة ست لابسة أبيض وشعرها أسود. فضل يبص لها كده وهو مش مصدق نفسه ومش عارف اذا كان اللي بيشوفه ده حقيقة ولا لا. فضل يفرك في عينيه لغاية ما اختفت من وشه. بعد كده طبعا اتخض جدا واقتنع ان اللي بيحصل له ده مش مجرد تخيلات، وان في حاجة في الشقة، وان كل يوم بيقعد في الشقة بتزيد التحيات اكتر، وبيشوف خيال الست دي دايما. فقال يجرب يعمل تجربة كده معينة، كل ما يروح الشغل يسيب الأبواب مفتوحة علشان يتأكد إن مفيش حد في الشقة، فيروح الشغل يرجع يلاقي الأبواب المفتوحة مقفولة، مع إن مفيش أي حد موجود في الشقة غيره وهو الوحيد اللي معاه المفتاح. فيروح يسأل الجيران عشان يعرف مين اللي بيعمل فيه كده، يقولوا له لا والله ما عملناش حاجة وفي ملامح رعب على وشوشهم.
فطبعا المخرج مش عارف يعمل ايه، كل شوية الأحداث دي بتزيد عليه لغاية ما جه واحد صاحبه جه يقعد معاه، فراح شد معاه علشان يقعد ويبات معاه، فنجح إن هو يخلي صديقه يقعد معاه في الشقة. فطبعا في يوم من الأيام دخل الحمام، لما جه يخرج كانت ملامح الرعب على وشه، وقال له أنا مش هقعد هنا في الشقة دي تاني، ده الشقة دي فيها حاجة غريبة وأنا مش عارف ايه اللي بيحصل. والمخرج عمال يحاول يهديه وبيقول له ايه اللي حصل، كلمني في ايه اللي بيحصل. فبيقول لي وانا داخل الحمام لقيت شبح واقف، وانا اصلا ما كنتش عارف اتحرك منه، فاتخضيت وجريت منه، وبكده تبقى انتهت قصتنا النهاردة عن حلقة الشقة المسكونة. ده كان الجزء الأول منها، وياريت بقى تدعموني بلايك وفولو.